السلام عليكم. البارح جاني واحد في التعليق تكلم لي على واحد الفندق في بوسعادة، وهذا الفندق اسمه فندق الصحراء، ويعود تاريخ بناؤه إلى أكثر من قرن، عن حوالي قرن و 12 سنة تم بناؤه في حوالي 1906. لأنه على حسب ما قال لي أنه الفندق هذا عوض أن يتم ترميمه كان نية مبيتة لدى المسؤولين لتهديمه. وأنا شاهد في الصور الفندق يعتبر يعني آية في الجمال من الناحية العمرانية، يشبه كثير يعني الطراز المعماري السائد في شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر. وهذا الطراز يعني مستمد من الموروث يعني الحضاري والهندسي للجزائر، خاصة يعني نجد هذا النوع من النقر في المدن الشمالية وخاصة في قصبة الجزائر ووهران وكذلك مدية وبوليدة وبعض المدن خميس مليانة، وكذلك في يعني الشرق الجزائري في قسنطينة وبجاية. إذن هذا الفندق اللي تم إهماله لمدة عشرات السنين، يعني والله أنا نقولها ونأكد عليها أنها جريمة لو يتم تهديمه، لأن خاصة مدينة بوسعادة يعني هي ما عندهاش يعني آثار كبيرة كثيرة جدا مقارنة ببعض مدن أخرى، يعني الشيء اللي يبقى يزيدوا يهدموه، والله أمر غير منطقي. أنا أناشد من هذا المنبر، أناشد المسؤولين على مستوى البلدية نتاع بوسعادة والدائرة نتاع بوسعادة والولاية نتاع المسيلة والوزارة، كي ياخذوا بهذا المرفق التاريخي والثقافي والسياحي لكي يرمموه ويرمموا كل يعني المعالم السياحية والثقافية والتاريخية الموجودة في كل مدينة بوسعادة وكل المدن الجزائرية. لابد من الحفاظ على التراث المعماري الجزائري، لأنه هذا التراث لا يعني لا يثمن بثمن، ما عندوش ثمن، لا يقاس بالمتر المربع والمساحة والأمور هذه. هذا تراث مادي ثقافي، هو الروح نتاع الشعب الجزائري والروح نتاع البلاد هذه. لابد المسؤولين أن يحافظوا عليه، هذه راهي أمانة على أعناقهم. إذن أنادي وأناشد المسؤولين وخاصة يعني الشعبي، أن سكان بوسعادة هما أدرى بشعابها كما يقول المثل، سكان تاع يعني المواطنين في بوسعادة وفي يعني بصفة عامة هم المسؤولين الأولين، هم اللي لازم يديروا التحسيس والمطالبة بالحفاظ على التراث، ولازم يتحركوا للحفاظ على الموروث الحضاري للجزائر. نخليكم تتابعوا هذا ما تبقى من هذا الفيديو، من هذه الصور اللي درتها هذا اليوم هذا، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، وإن شاء الله ربي يتقبلنا منا ومنكم الصيام والقيام، والسلام عليكم.